في إطار خيالي مثير وشيق بنلاقي مسلسل صانع الأحلام لافت انتباه جمهور كبير جدا من عشاق الخيال العلمي والإثارة. مسلسل صانع الأحلام بيتكلم عن دكتور فيزيائي اسمه سامي عمران، واللي بيقوم ببطولته الفنان ماكسيم خليل، واللي بيقدر ينجح في انه يلاقي طريقة تقدر تخليه يتحكم ويأثر في أحلام الآخرين، وده بسبب أبحاثه الفيزيائية اللي ادتله القدرة على إنه يرسم ويحدد كل ملامح الأحلام اللي أي شخص نفسه يحلم بيها في أي وقت. المسلسل مشوق لأبعد حد ممكن ومليان إثارة ومتعة، مش هيخليك تحس بأي ملل وإنت بتتفرج عليه. مسلسل صانع الأحلام إنتاج عربي مشترك، إخراج محمد عبد العزيز، بطولة ماكسيم خليل وأروى جودة وجيسي عبده وتوني عيسى وجهاد سعد. لو حابين تعرفوا الدكتور سامي عمران هيعمل إيه بالاكتشاف الغريب بتاعه ده، تقدروا تتابعوا كل حلقات المسلسل على شاهد.net من خلال سلينج عربيك تي في. الجديد والتنوع هم أساس المتعة، وعشان تستمتع أكتر بتلفزيونك العربي اعرف أكتر عن ما يعرض على قنوات سلينج عربيك تي في. كل اللي عليك اضغط على ماي تي في من حسابك الخاص على سلينج، ثم على جايد، ثم اضغط سلينج سنترال تشانل، واستمتع بالتوب 5 من الأفلام والبرامج والمسلسلات اللي بتتعرض على قنوات سلينج خلال الشهر، بالإضافة لرأي بعض المشاهدين لمحتوى مسلسلاتنا العربية، وكمان أشهى وألذ وصفات الأكل المشهورة في الوطن العربي، وهتعرف أكتر عن أفضل مميزات تطبيق سلينج، وكمان فيديوهات شرح تفصيلية عن طريقة استخدام التطبيق عشان تستفيد من كل الخدمات. سلينج عربيك تي في، تلفزيونك العربي.